بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة سنة أولى معانا في كلية الطب. طبعا دي معا أنا معاكم دكتورة أمل مرزوق من قسم الهيستولوجي. بإذن الله احنا هنبقى معانا النهاردة تاني محاضرة في الهيستولوجي، هنبدأ فيها بدراسة السل. What is the structure of the cell؟ طب في محاضرتنا النهاردة ايه عنوان المحاضرة، ايه الجزء اللي هندرسه اللي هيبقى concerned بيه؟ دراسة البلازما ميمبرين. ايه اللي المفروض نعرفه في محاضرتنا النهاردة؟ لازم نبقى عارفين في كل محاضرة ان في مجموعة من الـ ILOs نكون عارفينها، احنا بنعرف ايه اللي احنا عايزين ندرسه وايه اللي هنتعلمه، ايه اللي المفروض هنطلع بيه في اخر المحاضرة، ايه اللي كل واحد فينا لازم يكون هو عارفه. What are the learning objectives of our lecture؟ أول حاجة identify the components of the cell. Second, describe the structure of plasma membrane. Third, recognize the role of transmembrane proteins in membrane transport. Fourth and lastly, identify endocytosis and exocytosis. يبقى دي الأهداف اللي معانا اللي مفروض ان احنا نكون عارفينها ونأشيف دي الانفورميشن اللي تخصها في اخر المحاضرة. نبدأ اول حاجة What are the components of the cell؟ هي في البداية ايه هي السل؟ لما نيجي نتكلم نقول السل cells كديفينيشن they are the structural and functional units they are the smallest living parts of the body. يبقى احنا دي حاجة اكيد كلنا عارفينها ان السيلز الخلية هي ال structural and functional unit of our body. ليه؟ لان هي the smallest living part of the body. ده in general definition of cells. طبعا دي حاجات معلومات بسيطة وانتوا واخدينها من قبل كده واكيد عارفينها. طب السيلز بالنسبة لنا هنقسمها broadly الى ايه؟ بنقول السيلز are can be eukaryotic or prokaryotic. يبقى يوكاريوتيك الخلية الحقيقية، بروكاريوت يبقى دي خلية بدائية. ده in general تقسيم الخلايا في جسمنا. طب عشان خاطر نقدر نفرق لازم نقول ايه؟ هنقول ان اليوكاريوتيك سيلز الاكزامبل بتاعها in humans human and animal cells. هنتكلم عن size ان هي larger than بروكاريوتيك سيلز، هنتكلم عن حدودها الخارجية ان الاوتر ليميت ليها بيبقى عبارة عن بلازما ميمبرين. نيجي نبص في داخلها هنقول في حاجتين، في نيوكليس وسيتوبلازم. النيوكليس بتاعتها بتبقى ويل ديفايند لان هي محاطة بميمبرين، والسيتوبلازم بتاعها بيحتوي على ميمبرين ليميتد اورجانيلز. كده احنا عرفنا ازاي نقدر نوصف او نعرف ايه هي اهم كاركترز لليوكاريوتس. نيجي بقى نتكلم عن النوع التاني، ايه النوع التاني بتاعنا اللي بنقارن ما بينهم؟ البروكاريوتس او بروكاريوتيك سيلز. نبدأ برضو نفس الحاجة، نقول اول حاجة اكزامبل ليها. طبعا بروكاريوتيك سيلز دي بتكون في البريميتيف سيلز لايك بكتيريا. يبقى هنلاقي الخلايا اليوني سيلولار اورجانيزمز اللي هي بتبقى الاورجانيزمز البدائية زي البكتيريا اللي هي يوني سيلولار بتبقى عبارة عن بروكاريوتيك سيلز. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجة الاكزامبل بتاعها. نيجي نتكلم بعد كده عن الكاركترز of the بروكاريوتيك سيل. اول حاجة السايز بتاعها، اما نيجي نقارن بدأ قلنا اليوكاريوتيك بتبقى larger in size، يبقى شيء طبيعي بروكاريوتيك، وده اللي واضح من الدياجرام لما نقارن بين الاتنين هقول بروكاريوتيك are smaller in size than eukaryotes. نيجي تاني حاجة نقارن بيها نشوف ايه الاوتر ليميت اوف ذا سيل. هنيجي نبص نلاقي ان الاوتر ليميت اوف ذا سيل في خارج البلازما ميمبرين في جدار للخلية بسميه سيل وول. يبقى البروكاريوتس بتتميز بان ايه؟ هل اخر حدودها البلازما ميمبرين؟ لا، ده في خارج البلازما ميمبرين جدار للخلية بيحيط بيها اسمه سيل وول. يبقى the prokaryotic cells have a cell wall outer to the plasma membrane. طب تالت حاجة بعد ما اتكلمنا عن السايز وعن الاوتر ليميت اوف ذا سيل، هيتبقى ان احنا نبص داخل الخلية. قلنا ان داخل الخلية بيبقى فيه ايه؟ فيه genetic material وسيتوبلازم.
الجينيتك ماتيريال هنا ان بروكاريوتك سيلز بتكون not surrounded by a membrane، وبالتالي ما بيكونش فيه definite نيوكليوس اقدر اميزها في داخل الخلية. يبقى انا موجودة عندي genetic material موجودة، لكن هي بتبقى present in the cytoplasm without a limiting membrane، وبالتالي هوصفها انها ايه، انها lack a nucleus، يعني لا يوجد بداخلها نيوكليوس واضحة محددة بممبرين زي ما وصفنا في الايوكاريوتيك سيلز. طب بعد ما خلصنا النيوكليوس قلنا مفيش نيوكليوس في بروكاريوتيك سيلز، هقول برضو مفيش ايه تاني، مفيش ممبرين ليميتد اورجانيلز ان ذا سيتوبلازم. يبقى لما اجي ابص على سيتوبلازم البروكاريوتيك سيلز هنجد ان السيتوبلازم الاورجانيلز اللي موجوده فيها غير محاطه بممبرين، بمعنى انها لا يوجد بها ممبرين ليميتد اورجانيلز، وهنعرف ان شاء الله في محاضرات جايه يعني ايه ممبرين ليميتد اورجانيلز. لكن اللي يهمنا بس دلوقتي ان نعرف ان السيتوبلازم بتاع البروكاريوتيك سيلز لا يوجد به لاك يعني ينقصه، او لا يوجد به ممبرين ليميتد اورجانيلز، مفيش اي عضيات اللي هي محاطه بممبرين في البروكاريوتيك سيلز كده. يبقى احنا عرفنا الكاركترز اوف بروكاريوتيك سيلز، عرفنا اكزامبل ليها، عرفنا السايز، عرفنا الاوتر ليميت اوف ذا سيل، عرفنا ان مفيش فيها نيوكليوس ومفيش فيها ممبرين ليميتد اورجانيلز. يعني لو انا اتسالت دلوقتي كل واحد فينا لو سال نفسه ايه هي الكاركترز اوف ايوكاريوتيك سيلز with example هيقدر يقوله، لو اتسال عن بروكاريوتيك سيلز يقول الكاركترز with example هيقدر يعددها ويقولها. الحاجه الثانيه ان احنا لو جت مقارنه compare between eukaryotic and prokaryotic cells هنقدر نقارن بينهم ب 5 points. نبدا بالاكزامبل فور ايتش كايند اوف ذا اوف سيلز، بعديها نقول السايز اوف ذا سيل، نتكلم عن الاوتر ليميت اوف ذا سيل، عن البريزنس اوف نيوكليوس او ابسنس اوف نيوكليوس، وبريزنس اوف ممبرين ليميتد اورجانيلز او ابسنس اوف ممبرين ليميتد اورجانيلز. نيجي بقى هنا نختبر نفسنا، ده اللي احنا موجود قدامنا تطبيق على السلايد اللي قبلها، عشان نبقى احنا عرفنا الاوبجكتيف ده ان احنا اتقناه وفهمناه. كل واحد فينا يبص على الدياجرامز اللي قدامنا، مثال لخليتين، خليه رقم A وخليه B، هنبص على الدياجرام الخاص بيهم وهنعرف مين فيهم يوكاريوتيك سيلز ومين هي البروكاريوتيك سيلز. هنطبق اللي احنا قلناه، يبقى هنطبق، هنقول هنبص على الخلية رقم ايه، ابص على السايز بتاعها الاقيها ايه smaller in size، نبص على الجدار بتاعها اللي بيحيط بيها وده متكبر عندنا من تحت عشان يبان، هنلاقي ان في عندنا inner plasma membrane واوتر ليها في cell wall. يبقى احنا كده عرفنا ان الخلية دي اخر حدودها من بره مش plasma membrane، لا ده في cell wall اوتر ليها. نبص على genetic material داخل الخلية الاقيها not surrounded by membrane، يبقى هي lacking a nucleus، مفيش فيها نيوكليوس واضحة. ابص على السيتوبلازم مفيش فيه خالص، لا يوجد به membrane limited organelles. يبقى على طول انا الاقي الكاركتر دي كلها تنطبق على مين؟ تنطبق طبعا على prokaryotic cells. الدياجرام رقم B هنشوف بقى ايه الكاركتر بتاعته، هنلاقي اول حاجة السايز بتاعه اكبر larger in size، هلاحظ ان اخر حدود الخلية من الاوتر ليها هو بلازما ممبرين، هنلاقي ان في داخلها well defined nucleus، حواليها nuclear membrane واضح، هنلاقي السيتوبلازم يحتوي على membrane limited organelles. يبقى طبعا مباشرة بدل قلنا كل الكاركترز دي اللي بتنطبق على مين، تنطبق على الايوكاريوتيك سيلز كده. يبقى احنا خلصنا يا شباب اول اوبجكتيف معانا اللي هي ايه السيلز، ايه هي المكونات بتاعتها، او ايه هي الحاجة اللي بتكون موجودة في داخل اللي قلنا types of the cells، وعرفنا ايه هو تعريف السيل الديفينيشن بتاعها، عرفنا types of cells انها eukaryotic او prokaryotic cells. طبعا لما نيجي نبدأ ندرس في الخلية
هنقول ان طبعا زي معلوماتنا القديمة اللي من دراستنا في المدرسة في ثانوي، ان اي خلية حيوانية الهيومن سيلز عموما، ايه مكوناتها البسيطة؟ هي بتبقى اوتر ليميتنج ليها، اتفقنا انه بلازما ميمبرين داخلها في نيوكلياس ان سيتوبلازم. يبقى احنا لما هنيجي نقول ان احنا هنبدأ ندرس السيل من اول المحاضرة دي، يبقى لازم هندرس اخر حدودها من بره اللي هو بلازما ميمبرين، وهندرس بعد كده السيتوبلازم بمكوناته المختلفة في محاضرات جاية ان شاء الله، وبعديها هندرس النيوكلياس والكونتينتس اللي موجودة جواها. لما نبدأ نتكلم عن البلازما ميمبرين، هنقول ايه عن البلازما ميمبرين؟ بنقول طبعا البلازما ميمبرين هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ هو انفلوب لكل يوكاريوتيك سيلز، هو ده الانفلوب، الجدار اللي بيكون اوتر ليميت ليها بيفصلها عن الاكسترنال انفايرمنت، وبالتالي هو حاجه مهمه جدا لان هو اللي بيحمي الخليه او بيحرسها من الانفايرمنت اللي خارجها، وهو اللي بيحدد لها ايه الحاجه اللي ممكن تدخل لداخلها او الحاجه اللي تخرج من الخليه الى الخارج. كل ده بيتحكم فيه مين؟ البلازما ميمبرين. يبقى بلازما ميمبرين هو انفلوب فور افري يوكاريوتيك سيل ديفايننج اتس اوتر ليميت. اما نيجي نبص بقى نوصف البلازما ميمبرين هنقول عنه ايه؟ هنقول عنه اول حاجه ايه هو ثيكنس اوف بلازما ميمبرين. الثيكنس اوف بلازما ميمبرين ات از ا فيري ثين لاير، السمك بتاعها بيتراوح من 7.5 الى 10 نانومتر، ونخلي بالنا من وحده القياس انها نانومتر، وده لان ده يهمنا ليه؟ لان اقدر اقول كده، اقدر اسال اي حد فينا لما يكون السمك الثيكنس اوف بلازما ميمبرين عباره عن 7.5 ل 10 نانومتر، اما نيجي ندرسه هنقدر ندرسه بانهي ميكروسكوب؟ طبعا احنا خدنا المحاضره اللي فاتت وعرفنا اكيد برضو من المعمل، او هنعرف ان احنا في عندنا ايه هي انواع الميكروسكوبات اللي بندرس بيها عموما ان جنرال اي تيشو او اي حاجه في جسمنا. في نوعين ان جنرال بندرس بيهم اور بودي، الهيستولوجي او الهيستولوجيكال ستراكشر اوف سيلز اند تيشوز. ايه هم نوعين الميكروسكوب دول؟ لايت ميكروسكوب اند الكترون ميكروسكوب. وعرفنا برضو اكيد ان اللايت ميكروسكوب اصغر حاجه يقدر يشوفها الدايمتر بتاعها او السمك بتاعها يبقى قد ايه؟ تقريبا 2 من 10 مايكرون. يعني كام نانومتر؟ يعني 200 نانومتر. اصغر حاجه يقدر يشوفها اللايت ميكروسكوب استراكشر يكون في حدود 200 نانومتر، لكن الالكترون ميكروسكوب بيقدر يوريني استراكشرز very small up to 1 نانومتر، ممكن اشوف بيه حاجات 1 نانومتر، وممكن في حاجات توريني اصغر من كده. ايه بقى اللي نطبقه من ده على بلازما ميمبرين؟ لو جيت اسال اي حد فيكم واقول له البلازما ميمبرين هنقدر نشوفه باللايت ميكروسكوب ولا بالالكترون ميكروسكوب وليه؟ المفروض دلوقتي نفكر كلنا ونقول ان احنا مش هنقدر نشوفه بايه؟ باللايت ميكروسكوب، عشان خاطر اللايت ميكروسكوب مش هيقدر يشوف اي ستراكشر اصغر من 200 نانومتر، واحنا عندنا سمك البلازما ميمبرين 7.5 ل 10 نانومتر. يبقى انا لازم هيظهر عندي البلازما ميمبرين في دراسته عشان نقدر نفحصه وندرسه، هندرسه بايه؟ with electron microscope. طب باي الكترون ميكروسكوب هيظهر عندي ازاي؟ شكله ازاي البلازما ميمبرين اللي بقول عليه very thin wall؟ هيظهر عندي the plasma membrane has a trilaminar appearance with two dark lines enclosing a light band in between. ايه معنى الكلام ده؟ معناه لما نيجي نبص على الدياجرام اللي قدامنا، الصورة اللي هي بالإلكترون ميكروسكوب of a part of a cell، ومورينا اخر حدودها من بره اللي هي محاطة بريكتانجل هنا عشان بس نبينها ان ده البلازما ميمبرين. كل اللي تحتيها ده عبارة عن السيتوبلازم اوف ذا سيل، وكل اللي فوقيها ده عبارة عن اكسترا سيلولار فلويد او الاكسترنال انفايرمنت اوتسايد ذا سيل، والجدار الفاصل ما بينهم هو بلازما ميمبرين. دلوقتي بلازما ميمبرين لما نركز فيه، هل هو خط واحد؟ هل هو غشاء واحد ده اللي يعني يبين عندي كخط، ولا كثلاث خطوط؟ لو ركزنا هنلاقي انه عبارة عن 3 lines، وده معنى كلمة تراي لامينر ابيرانس.
تراي يعني ثلاثي، لامينر يعني ثلاثي الطبقات، وطبعا ابيرنس يعني هو مظهره كأنه ثلاثي الطبقات، يبقى طبقة البلازما ميمبرين اللي بتحيط بالخلية ويز الكترون ميكروسكوب. لازم احفظ التعبير ده كويس عشان نتسأل عنه نخلي بالنا. هنقول الويز الكترون ميكروسكوب ذا بلازما ميمبرين هاز ايه، اقول هاز اتراي لامينر ابيرنس، واتراي لامينر ابيرنس كأني انا جبت عندي قلم اسود عملت بيه خطين، خط من فوق وخط من تحت، وفي النص بينهم في فراغ ابيض او في مسافة لونها ابيض. هو ده معنى ان هو بيبان as two dark lines enclosing a clear band in between. يبقى ده الابيرنس اوف بلازما ميمبرين ويز الكترون ميكروسكوب. وهنفهم بعدين من التركيب الكيميائي لبلازما ميمبرين ايه السبب اللي بيخليه يظهر as a trilaminar appearance، خطين اسود من على البريفري بتاعه الاوتر وانر، وفي النص بينهم كلير باند او لايت باند. يبقى مش هننسى الابيرنس اوف بلازما ميمبرين ويز الكترون ميكروسكوب. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا the thickness of plasma membrane وعرفنا ازاي بيظهر بالميكروسكوب انه بيظهرش باللايت ميكروسكوب وبيظهر نقدر ندرسه بالالكترون ميكروسكوب، وعرفنا الابيرنس بتاعه with electron microscope it appear has a trilaminar appearance، نبدأ نعرف دلوقتي the molecular composition of plasma membrane. What is the molecular composition of plasma membrane؟ المولكيولز المكونة ليه اللي هي السبب في الـ في الستركتشر بتاعه والخصائص بتاعته والفانكشنز بتاعته دي كلها اساسها its molecular composition. بنيجي نتكلم عن the composition of plasma membrane نقول the plasma membrane consists of lipids, proteins and carbohydrates. نبدأ أول حاجة by the membrane lipids. بنقول إن the membrane lipids the lipids in the plasma membrane are present in the form of phospholipids, cholesterol and glycolipids. يبقى لما نتكلم نتسأل حد يسألني يقول لي enumerate the lipids in the plasma membrane أو enumerate the membrane lipids، هنقول three types of lipids are present in plasma membrane: phospholipids, cholesterol and glycolipids. نبدأ أول حاجة by the phospholipids. Phospholipids are organized into a double layer. الدبل layer دي بنسميها by layer. ايه معنى الكلام ده؟ ده بيعتمد على ليه الفوسفوليبيدز. لما نيجي نبص هنا عندنا في الـ في الـ في الدياجرام اللي قدامنا هنلاقي ان الفوسفوليبيدز ليها عباره عن طبقتين عامله لي تو لايرز ان ذا بلازما ميمبرين، يعني دبل لاير. الدبل لاير دي بنسميها ايه؟ باي لاير اوف فوسفوليبيدز. باي لاير لازم نحفظ باي لاير اوف فوسفوليبيدز. ليه بتترتب ان باي لاير؟ لان ده بيكون more stable for the phospholipids to be arranged in this bilayer. وده هنعرفه لما نفهم تركيب الفوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز عبارة عن head, hydrophilic head and long chains, two long fatty acid chains اللي هما hydrophobic chains. يبقى أنا عندي كل molecule of phospholipids عبارة عن ايه؟ عبارة عن hydrophilic head and hydrophobic long chains of fatty acids. طب لما يجي يترتب الفوسفوليبيدز اما نقول ان في جزء منه هيدروفيليك، وهيدروفيليك يعني محبة للماء، تقدر تواجه الانفايرمنت اللي فيها مية. ليه؟ لان هي تركيبها بيتناسب مع الووتر انفايرمنت فبنسميها هيدروفيليك. لما يكون في جزء من الفوسفوليبيد هيدروفيليك يقدر يواجه الووتري او الاكواس انفايرمنت، بعكس الجزء الثاني منها من الفوسفوليبيدز اللي بنقول عليها تو لونج فاتي اسيد تشينز، يعني سلاسل طويله من الفاتي اسيدز،
دي بتكون هيدروفوبيك، التو لونج تشينز اوف فاتي اسيدز اللي هو لونهم هنا يلو في الدياجرام معانا، دول بنقول عليهم بنوصفهم انهم ايه؟ هيدروفوبيك. هيدروفوبيك يعني ايه؟ هيدرو يعني ووتر، وفوبيك يعني كاره للووتر، يبقى الهيدروفوبيك تشينز دي كارهه للووتر. طب هل تقدر وهي بتكره الميه تواجه الانفايرمنت اللي فيها ميه؟ لا ما تقدرش. طب يعمل ايه الفوسفوليبيدز لما جزء منه يقدر يواجه الميه وجزء تاني ما يقدرش يواجه الميه؟ هو الفوسفوليبيدز محاطه بانفايرمنت فيها ميه او في ايكوس انفايرمنت من بره ومن جوه. ازاي الكلام ده؟ يعني السيتوبلازم انسايد ذا سيل بيبقى ايكوس انفايرمنت يعني طبيعته مائيه، والاوتسايد اوف ذا سيل اكسترا سيلولار انفايرمنت اللي خارج الخليه برضو بتكون ايكوس انفايرمنت، يعني بتكون اساسها الووتر. طب يبقى احنا معنى كده ان الفوسفوليبيدز عشان يقدر يرتب نفسه في وسط المكان ده اللي من جوه فيه ميه ومن بره فيه ميه، هيترتب في طبقتين، يخلي الجزء بتاعه اللي بيحب الميه متعرض من بره ومن جوه ناحيه السيتوبلازم تو ذا انر سيرفيس اوف بلازما ميمبرين، وناحيه الاكسترا سيلولار انفايرمنت على الاوتر سيرفيس اوف بلازما ميمبرين. وعشان يعمل كده بيترتب في تو لايرز، وهو ده سبب الباي لاير ارينجمنت اوف فوسفوليبيد مولكيولز، عشان تخلي الاجزاء المحبه للماء من بره ومن جوه والاجزاء الكارهه للماء في الميدل مستخبيه مش مواجهه للميه خالص، عشان هي بتكره الميه فمستخبيه منها towards the middle of plasma membrane. ده بالنسبه لتركيب الفوسفوليبيدز وان ده الستيبل ارينجمنت اوف فوسفوليبيد مولكيولز انها ترتب ان اباي لاير. هنلاحظ ان الماجوريتي هنا عندنا اوف ليبيد مولكيولز اللي باينه قدامنا هي عباره عن ايه؟ عن الفوسفوليبيدز اللي هي مترتبه ان اباي لاير. مع الفوسفوليبيدز ايه النوع التاني اللي قلنا موجود؟ بقول ان في كوليسترول مولكيولز. الكوليسترول مولكيولز انسيرتس اتسيلف اور انسيرتد ات فارينج دنسيتيز among the closely packed phospholipids. فاحنا هنلاقي between the fatty acids of phospholipids the cholesterol molecules are inserted between the phospholipid chains. هل ليها اماكن محدده؟ لا، هي at varying densities، يعني هلاقيها كثافتها مختلفه واماكن تواجدها مختلفه in the plasma membrane. ده بالنسبه للكوليسترول. يبقى احنا تاني نوع معانا من الليبيدز في الممبرين عبارة عن كوليسترول. الكوليسترول ده نوع من انواع الليبيدز inserted at varying densities among the chains of phospholipids. طب هو ايه الاهمية الاساسية للكوليسترول؟ restrict the movement of phospholipids. بمعنى ايه الكلام ده؟ ان الفوسفوليبيد مولكيولز بتكون fluid in nature، بتبقى متحركة movable not restricted in place. طب ايه الحاجه اللي تخلي حركتها محدده، تخلي ان في restriction للموفمنت بتاعت الفوسفوليبيدز؟ هو وجود الكوليسترول مولكيولز among the phospholipid molecules. يعني الكوليسترول وجوده مهم جدا within the phospholipid bilayer to restrict the movement of phospholipid molecules. كده احنا قلنا نوعين من الليبيد مولكيولز عباره عن الفوسفوليبيدز and كوليسترول. الحاجة التالتة، النوع التالت من الليبيدز اللي موجود في البلازما ممبرين اسمه جلايكوليبيدز. واما نبقى فاهمين وعارفين هيبقى سهل علينا. جلايكو، مقطع جلايكو ده معناها ان هو جزء من كربوهيدرات او اوليجوساكرايد تشينز. يعني وجود مقطع جلايكو في اي كلمة معناها ان في الموليكول دي كربوهيدرات. طب لما اقول glycolipids يبقى carbohydrates attached للليبيد مولكيولز، وده اللي واضح عندنا في الدياجرام. هنلاقي في عندنا chain من الكربوهيدرات او الشوجر chain اللي هي لونها هنا green in color في الدياجرام بتاعنا، الاقيها attached لايه؟ attached to the hydrophilic heads of phospholipids. الاقي بعض الفوسفوليبيد مولكيولز attached ليها على السطح الخارجي بتاعها towards the extracellular environment، هلاقي attached ليها ايه؟ sugar chains اللي هي بتمثل جزء من الجلايكوليبيدز.
ادي اهي الكربوهيدرات او الشوجر تشين اتاتشد على الاكسترنال سيرفيس اوف فوسفوليبيدز. بسمي الشوجر تشين مع الفوسفوليبيد اللي اتاتشد ليها اسميه ده كله على بعضه موليكيول ده ايه؟ جلايكوليبيد. ليه جلايكوليبيد؟ عشان جزء منه كربوهيدرات وجزء منه ليبيد فيتسمى جلايكوليبيدز. ودايما الحاجة اللي نقفه منها ان الجلايكوليبيدز موجودة على الاكسترنال سيرفيس اوف بلازما ميمبرين. يعني لو اتسألت هل ممكن تلاقي جلايكوليبيدز على الانترنال سيرفيس او الانر سيرفيس اوف بلازما ميمبرين ناحية السيتوبلازم الجوه للداخل، اقول لا ما يوجدش للداخل. دايما الشوجر تشينز اوف جلايكوليبيدز اتاتشد للليبيد اون ذا اكسترنال سيرفيس اوف بلازما ميمبرين او اون ذا اوتر سيرفيس توردز ذا اوتر سيرفيس اوف بلازما ميمبرين. عشان بتكون لي هنا حاجه مهمه، ليه هي موجوده لبره؟ عشان في غطا للخليه من بره اللي بيكونه لي الشوجر تشينز دي. الغطا ده بتاع الخليه ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيل كوت. سيل كوت يعني عباره عن بس حاجه زغبيه بسيطه كده بتتكون من ايه؟ بتتكون من الشوجر تشينز فقط، الكربوهيدرات اللي بتبقى موجوده على سطح الخليه من الخارج. بنسمي الشوجر تشينز مع بعضها دي اللي هي كربوهيدرات سيل كوت، والاسم التاني بتاعها جلايكوكاليكس. جلايكو لانها بتبقى كلها عباره عن كربوهيدرات، وكاليكس يعني كوت يعني غطاء خارجي للخليه. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الميمبرين ليبيدز، وعرفنا ان الميجوريتي عندنا اللي بتبان عندنا في الدياجرام في الموليكولار كومبوزيشن اوف ليبيدز بيظهر لي على هيئه فوسفوليبيدز اللي بتكون باي لاير، وعرفنا ليه مترتبه باي لاير. قلنا within the bilayer of phospholipids بتبقى inserted في molecules of cholesterol، وعرفنا وظيفة الكوليسترول restriction of movement of phospholipid molecules. بنلاقي معاها في نوع تاني من الليبيدز اللي هو glycolipids، واتفقنا ان الجلايكوليبيدز دايما بتكون موجودة towards the external surface of the cell. يبقى على outer surface of the cell هلاقي الشوجر تشينز attached للليبيد، وقلنا دي بتمثل جزء من الجلايكوكاليكس او بتشارك في تكوين الجلايكوكاليكس of the cell. طب كده يبقى احنا قلنا ان في عندنا membrane lipids وفي membrane proteins، وعرفنا ان membrane lipids هي اللي بتمثل لي الهيكل بتاع بلازما membrane في صورة فوسفوليبيد وكوليسترول وجلايكوليبيدز. طب الميمبرين بروتينز، اكيد الميمبرين بروتينز دي ممبر مهم جدا من البلازما ميمبرين موليكولز، مهمه جدا لان ليها وظايف مهمه، بتاثر في الفانكشنز بتاعه البلازما ميمبرين، بتاثر على البرميابيليتي اوف بلازما ميمبرين تو موليكولز، ايه اللي ممكن تطلعه بره الخليه وايه اللي ممكن تدخله جوه الخليه، ايه اللي تخليه يعبر بسهوله وايه اللي تخليه ما يعبرش خالص. يبقى الميمبرين بروتينز ليها رول مهمه جدا في الفانكشن اوف بلازما ميمبرين. طب هي موجوده في صوره ايه البروتينز ان ذا بلازما ميمبرين؟ هقول في عندي انتجرال بروتينز اند بريفرال بروتينز. انتجرال بروتينز يعني ايه وبريفرال بروتينز يعني ايه؟ برضو هنبص على الدياجرام وهنفهم. انتجرال بروتينز معناها انها متداخلة، انها متكاملة في داخل البلازما ميمبرين. يعني ايه؟ يعني اقول integral proteins are firmly embedded in the phospholipid bilayer، يبقى هي بتكون firmly attached او firmly embedded in the phospholipid bilayer. زي ايه؟ اما اجي هبص هنا هو في داخل البلازما ميمبرين والاقي في بعض الموليكيولز كده الكبيرة بتاعت البروتين embedded. embedded يعني ايه؟ يعني محشورة، يعني متداخلة مع الفوسفوليبيد بايلير. دي اللي داخلة في وسط الفوسفوليبيد بايلير، دي دخلت نفسها في وسط الفوسفوليبيدز، دي كلها عبارة عن ايه؟ integral proteins. طب لما نيجي نبص بقى على integral proteins اللي هي دخلت كده ما بين الفوسفوليبيد بايلير، هلاقيها هل كلها زي بعض؟ نركز كده في الدياجرام اللي قدامنا هنا او اللي معانا، هنلاقي ان الانتجرال بروتينز اللي قلنا انها متكامله او متداخله او ماسكه مع الفوسفوليبيدز بقوه اللي هي فيرملي امبيدد، دي بتكون على شكلين، يا اما الاقيها دخلت في جزء واحد من البلازما ميمبرين
لكن ما قدرتش تعبر كل سمك البلازما ميمبرين، او ممكن لاقيها انها عبرت البلازما ميمبرين كله من السطح الخارجي للسطح الداخلي للبلازما ميمبرين، قدرت تعبر كل سمك البلازما ميمبرين. طب هسمي النوع ده بقى اللي عبر، هما الاتنين انتجرال بروتين، بس واحد قدر يبقى موجود في جزء من البلازما ميمبرين لكن ما عبرش للسطح التاني، والتاني قدر يعبر الممبرين كله. اللي قدر يعبر الممبرين كله هسميه ترانس ميمبرين بروتين. ترانس ميمبرين، ترانس يعني عبر، ميمبرين يعني بلازما ميمبرين، يبقى ده نوع من البروتين. هو انتجرال بروتين بس اشطر من الانتجرال بروتين التاني. اشطر ليه؟ عشان هو قدر يعبر الممبرين كله، سمك البلازما ميمبرين كله تعبرته الموليكيول دي اوف بروتين، فبنسميها انها عابره للممبرين، يعني ترانس ميمبرين بروتينز. كده يبقى احنا عرفنا الانتجرال بروتينز. اول حاجه ايه هي الانتجرال بروتينز؟ هي عبارة عن بتكون بروتين مولكيولز فيرملي امبيدد ان ذا فوسفوليبيد باي لاير. يبقى ده هو تعريفي ليها هي ايه. طب وقلنا انها بتكون يا اما بتعبر جزء واحد من الممبرين او بتعبر الممبرين كله. في حالة لو هي كومبليتلي سبان ذا باي لاير، يعني بتعبر كل الفوسفوليبيد باي لاير بكل سمك البلازما ميمبرين، اسمي مولكيول دي ترانس ميمبرين بروتينز. وسواء هي عبرت جزء او عبرته كله، بدل هي فيرملي امبيدد مع فوسفوليبيد، يبقى احنا هنقول عليها ايه؟ انتجرال بروتينز. النوع التاني من البروتينز اسمه ايه؟ اسمه بريفرال بروتين. وبريفرال بقى يعني ايه؟ بريفرال معناه ان هو لوزلي اسوشيتد with one of the two membrane surfaces. احنا عرفنا من الاول ان البلازما ميمبرين ليه تو سيرفيسز، اوتر سيرفيس ناحيه الاكسترنال انفايرمنت اللي بنسميها اكسترا سيلولار ماتريكس، وفي عندنا انر سيرفيس اللي بيكون توردز ذا سيتوبلازم اوف ذا سيل او توردز ذا انسايد اوف ذا سيل عموما. يبقى دول التو سيرفيسز اوف ذا بلازما ميمبرين. لما الاقي ان في بريفرال بروتين اسوشيتد جاست associated with the surface of plasma membrane لكن ما هوش firmly embedded في داخل الفوسفوليبيد باي لاير، ده هسميه ايه؟ peripheral يعني طرفي. يبقى peripheral بروتين اللي هو السطحي او الطرفي، ليه سميناه peripheral؟ لان هو loosely associated with one of the two membrane surfaces. طب لما اقول with one of the two membrane surfaces، هل هو موجودين على الخارجي والداخلي؟ قال لي هي دايما بيوصفوا البريفرال بروتينز ان هو particularly associated with the cytoplasmic side of plasma membrane، يعني بيكون اكتر موجود على انهي سطح من البلازما membrane؟ on the inner side of plasma membrane. عشان كده هنلاقي هنا في الرسمة في الدياجرام البريفرال بروتينز موجودة فين؟ on the inner surface of plasma membrane. دلوقتي احنا عرفنا ان البروتينز ليها نوعين، فيها ليها انتجرال بروتينز اند بريفرال بروتينز. نيجي بقى نقول دلوقتي ايه هي الجلايكوبروتينز. زي ما قلنا ان الليبيدز موليكولز ممكن على اوتسايد بتاعها الاوتر سيرفيس بتكون اسوشيتد معاها شوجر تشين اللي هي كربوهيدريت تشين، فبسميها جلايكوليبيدز. نفس الكلام هقوله على البروتين. لما نركز في الدياجرام هنا في السنتر اوف ذا دياجرام، الاقي في عندي اهي مولكيول اوف بروتين واضح لونها في الدياجرام هنا لونها بني، اتاتشت على السطح الخارجي بتاعها على اوتر سيرفيس ايه؟ شوجر تشين. شوجر تشين او كربوهيدريت تشين، هسمي طبعا الكربوهيدريت تشين عشان هي اتاتشت لبروتين هسميها ايه؟ جلايكو بروتين. جلايكو عشان فيها كربوهيدريت تشين او شوجر تشين، وبروتين لانها اتاتشت لمين؟ لبروتين موليكيول. وزي ما اتفقنا من قبل كده دايما الشوجر تشين موجود على انهي سطح؟ on the outer surface of plasma membrane. ليه قلنا لازم على outer surface of plasma membrane؟ احنا بنعيد الكلام تاني، بنقول عشان خاطر ان الشوجر تشينز دي سواء اللي اتاتشد للبروتينز او اللي اتاتشد للليبيدز، هما الاتنين بيعملوا لنا على خارج الخليه ايه؟ outer to the plasma membrane، بيعملوا حاجه بنسميها سيل كوت او جلايكوكاليكس. سيل كوت او جلايكوكاليكس اللي هو عباره عن كوت اوف كربوهيدريت تشينز اللي هي سواء اتاتشد للليبيدز او للبروتينز. كده يبقى احنا عرفنا الممبرين بروتينز
ايه هي تركيبها او ايه هي وجودها في البلازما ميمبرين، ان هي اما تكون انتجرال بروتين، وان انتجرال بروتين فيرملي امبيدد تو ذا فوسفولايباي لاير، وانها لو كومبليتلي سبانين ميمبرين اسميها ترانس ميمبرين بروتينز. عرفنا بريفرال بروتينز انها بتبقى لوزلي اسوشيتد، يبقى عكس فيرملي امبيدد ايه لوزلي اسوشيتد with one of the two membrane surfaces خاصة cytoplasmic site. وعرفنا glycoproteins اللي هي عبارة عن carbohydrated chains attached لبروتينز، ودايما بلاقيها موجودة on the external or on the outer surface of plasma membrane، وبتشارك في تكوين الجلايكوكاليكس. طبعا ممكن اي حاجة من الحاجات دي انا هبقى هنستخدم الحاجات اللي قدامنا دي، يجيني membrane proteins اتسأل عنها ايه هي ميمبرين بروتينز في البلازما ميمبرين، او اللي هي انتجرال بروتينز وبريفرال بروتينز وفي جلايكو بروتينز. لو اتقال لي ديفاين ويل ديفاين ديفينيشن اوف انتجرال بروتينز، يعني ايه ديفينيشن؟ يعني تعريف. لو اتطلب مني اقول تعريف لانتجرال بروتينز اقول دي ار فيرملي امبيدد، دي ار بروتين مولكيولز فيرملي امبيدد ان ذا فوسفوليبيد لاير. لو اتطلب مني اعرف البريفرال بروتينز ديفاين ذا بريفرال بروتينز، أو what is the definition of peripheral proteins؟ أو they are protein molecules loosely associated with one of the two membrane surfaces particularly on the cytoplasmic side. نفس الكلام لو طلب مني أعرف glycoproteins أقول they are carbohydrate chains attached to the protein molecules on the outer surface of plasma membrane and contribute to the cell glycocalyx. كده احنا عرفنا في molecular composition او بلازما ميمبرين الليبيدز والبروتينز. يتبقى عن معانا نعرف ايه الكربوهيدرات، ودي احنا نعتبر قلناها خلاص. ليه؟ لان احنا قلنا ان في كربوهيدرات تشينز ان ذا بلازما ميمبرين دايما بتكون associated with the outer surface of plasma membrane، وبنقول associated with the outer surface of plasma membrane attached لمين؟ لو attached للليبيدز هنسميها glycolipids، ولو attached للبروتينز هنسميها انها glycoproteins. دايما associated على الاوتر سيرفيس، يبقى احنا ما هنبص هنا هنلاقي انها الشوجر تشينز اهي موجودة هنا معانا على اوتر سيرفيس، وبتعمل حاجة قلنا بنسميها ايه؟ بنسمي ادي اهي الشوجر تشينز هنا وهنا، وبنقول ان الشوجر تشينز عموما دي بتكون بتمثل السيل كوت او الجلايكوكاليكس اوف ذا سيل. طب ده هيخليني بقى اسال نفسي سؤال، لما احنا عرفنا ان عمالين نقول ان الكربوهيدرات تشينز بتكون اتاتشد على اوتر سيرفيس وبتعمل حاجة اسمها سيل كوت او جلايكوكاليكس، والجلايكوكاليكس على اوتر سيرفيس بس مش على انر سيرفيس، يبقى لازم نسأل نفسنا سؤال what is the cell glycocalyx؟ ايه هو السيل كوت اللي عمالين نتكلم عنه؟ ايه هو بالنسبة لنا؟ يبقى دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه what is the cell coat اللي هو glycocalyx. لما نيجي نبص نقول السيل كوت هو عبارة عن ايه؟ it is a delicate cell surface coating. It is a delicate cell surface coating. It is formed of carbohydrates, اللي هي oligosaccharide chains, attached to both lipid and protein components and exposed at the external membrane surface. يبقى ايه معنى الكلام ده اللي احنا بنقوله؟ نبدأ بيه حاجة حاجة، نقول it is a delicate cell surface coating بمعنى ان هي it is fine covering، عاملة زي ايه؟ فازي كوت، بمعنى زي الزغب بيغطي السيل سيرفيس او بلازما ميمبرين الاوتر بلازما سيرفيس او بلازما ميمبرين. عرفنا من قبل كده تكوينه هو عبارة عن ايه، وان هو تكوينه بيتكون من الكربوهيدريت تشينز اللي هي موجودة هنا عندنا attached للليبيدز بنسميها الجلايكوليبيدز كربوهيدرات تشينز، واللي اتاتشد للبروتينز وبنسميها جلايكوبروتينز. هنا الكربوهيدرات تشينز اللي موجودة على الاوتر سيرفيس او بلازما ميمبرين، وقلنا بس على الاوتر سيرفيس بتمثل السيل كوت،
ودي delicate cell surface coating وموجودة على external surface. ايه اهميتها؟ اهميتها انها بتدي للسيل الايدنتيتي بتاعتها، التعريف بتاعها. يعني كل واحد فينا بيبقى ماشي لازم معاه بطاقة او معاه كارنيه الكلية اللي بيقول ان هو اسمه كذا وانه طالب في الفرقة كذا للعام الجامعي كذا. يعني دي عبارة عن ايه؟ الهوية بتاعت كل طالب فينا اللي لازم موجودة معاه عشان يدخل بيها في اي مكان يعرف بيها نفسه، انا معايا كارنيه الكلية في كل البيانات الخاصة بيا. نفس الكلام السيل كوت او الجليكوكاليكس هو اللي بيحمي البيانات الخاصة بالخلية. الخلية بتبقى الحاجة اللي بتعرفها والحاجة المهمة ليها بكلها بتبقى من خلال معظمها من خلال السيل كوت او الكربوهيدريت تشينز اللي اتاتشت على اوتر سيرفيس. الخلايا بتقدر تتعرف على بعضها، البلاد جروب اللي على الخلايا اللي بتحدد لي انا البلاد جروب بتاعتي هي ايه ولا بي ولا اي بي بتبقى من خلال اللي بيحددها السيل كوت اللي موجودة على بلاد سيلز في خلايا الدم بتاعتنا. هنلاقي ان هي في كل نوع من الخلايا السيل كوت بيقوم بوظيفة تعريفية للخلية دي، ودي ان شاء الله هتاخدوا كل الوظائف دي بالتفصيل ان شاء الله بعدين مع الفسيولوجي بإذن الله. لكن احنا اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف ايه هو السيل كوت، هو تركيبه عبارة عن ايه، هو موجود بس على outer surface of the cell وهو ليه functions مهمة جدا في السيل ريكوجنيشن. والسيل ريكوجنيشن ان السيل لازم for the identity او identification of the cells السيل كوت هو اللي بيعرفها دايما. كده بقى احنا في الدياجرام ده او الصورة دي الكترومايكروجراف شفناها وقبل ما نتكلم عن البلازما ممبرين في البداية خالص قلنا عنها ايه؟ قلنا ان السيل ممبرين لو نفتكر مع بعض with electron microscope بيظهر ان هو ايه؟ it has a trilaminar appearance. احنا هنا بنعيدها تاني نفس الصورة ليه؟ عشان نقول trilaminar appearance بعد ما درسنا molecular composition بتاعنا هنقول ده ايه؟ لإيه سبب trilaminar appearance؟ احنا قلنا trilaminar appearance عبارة عن تو دارك لاينز. لو بصينا كده ادي هنا في دارك لاين من بره وفي دارك لاين اهو من جوه هنا ناحيه الانر سايد اوف ذا سيتوبلازم، واحد ناحيه الخط اسود ناحيه الاوت الاكسترا سيلولار فلويد وخط اسود ناحيه السيتوبلازم اوف ذا سيل. ما بينهم في سبيس بنسميها لايت باند. ايه سبب الخطين الاسود بينهم في لايت باند؟ هي ترتيب الفوسفوليبيد باي لاير. دلوقتي احنا بقى عرفنا ان الفوسفوليبيد باي لاير المولكيولز بتاعه الفوسفوليبيدز بتترتب في طبقتين، الهيدروفيليك هيدز بتكون towards the outer and inner surface of plasma membrane وهي دي اللي بتترسب عليها الصبغه بتاعتنا او الماده اللي بتترسب في الالكترون ميكروسكوب وبتدينا اللون الاسود. يبقى احنا اللون الاسود ده ترسب على ايه؟ على الهيدز او الهيدروفيليك هيدز اوف فوسفوليبيد باي لاير. طب اللايت باند اللي في النص دي بتمثل ايه؟ هقول بتمثل الهيدروفوبيك تشينز اوف فوسفوليبيدز اللي هي الاجزاء الكارهه للماء، ما بتترسبش عليها اي حاجه من المواد اللي بتستخدم في الاي ام فبتظهر عندي از لايت باند. يبقى احنا عرفنا كده ايه سبب التريلامينر ابيرنس بعد ما خلصنا موليكولار كومبوزيشن اوف بلازما ميمبرين. طب ايه بقى الحاجات الخفيفه جدا دي الديليكيت اللي ناحيه اكسترا سيلولار فلويد؟ نفكر مع بعض كده ايه الحاجات دي الفيري فاين. هو ده السيلكوت. يبقى السيلكوت او الاوليجوساكرايد تشينز او الكربوهيدرات تشينز هو ده شكلها، بتظهر لي از ا فاين كوت لايننج او كفرنج لاوتر سيرفيس اوف ذا سيل. ده بالنسبه للالكترون مايكروجراف اوف بلازما ميمبرين عشان نبقى كل حاجه فاهمينها وبنقدر نحفظ مع الفهم. دلوقتي بعد ما عرفنا the structure of plasma membrane ودرسنا molecules مكونة ليه سواء كانت lipids proteins carbohydrates، عرفنا السيل كوت، عرفنا الكاركترز بتاعتها وكل جزء منها عرفنا ترتيبه ازاي في بلازما ميمبرين والانواع بتاعته، هنبدأ دلوقتي نعرف الحاجات دي كلها مترتبة على بعضها بطريقة معينة
او بكاركتر واضحه للبلازما ميمبرين او للميمبرينز عموما اوف ذا سيل، اسمها ايه الطريقه اللي مترتبه بيها كل مولكيولز دي مع بعض؟ فلويد موزايك موديل اوف بلازما ميمبرين. يبقى ده موديل بيوريني ازاي اي ميمبرين في خليه، مش بس بلازما ميمبرين، بتكون المولكيولز المختلفه مترتبه فيه، سواء كانت ليبيدز او بروتينز او كربوهيدرات. طب لما نيجي الاول نعرف معنى الموديل ده ككلمات مفردة الأول، وبعدين نطبقه على البلازما ميمبرين. طبعا كلمة فلويد أكيد كلنا عارفينها، فلويد يعني سائل، يعني طبيعة سائلة للميمبرين ستراكتشر، طبيعته فلويد in nature. طب كلمة موزايك، لما أقول إن البلازما ميمبرين ده بيبقى فلويد موزايك موديل، الستراكتشر بتاعه فلويد موزايك. الموزايك ده كلمة عامة، مش كلمة عامة، كلمة إحنا بنشوفها في حياتنا العادية، في مثلا في انواع من السيراميك نقول ده مترتب السيراميك ده او معمول بطريقه الموزايك، في حائط معين يتعمل بالموزايك ابيرنس ليته او مربعات كيوبس مختلفه جنب بعضها زي ما الصوره دي مبينه لنا. دي صوره مش ملهاش علاقه خالص بمحاضرتنا النهارده، دي صوره للموزايك ابيرنس اللي بيقع في الجلاس او في السيراميك اللي بيترتب in different manner. يا كلمه موزايك بيرسيل لوحدها كده هي معناها ايه؟ موزايك، موزايك means ايه؟ diversity and complexity of molecules embedded in the phospholipid bilayer. طبعا مش هو ده شكلها هنا، احنا قلنا الشكل ده بيعرفني يعني ايه كلمة موزايك، يعني في group of different structures collected together، يبقى عبارة عن picture او something made of a group of different components. لما هنيجي نبص على الصورة هنا، لما اقول ان السيراميك ده او الجلاس ده معمول بطريقة الموزايك، الاقي ان فيه مربعات وحدات كلها صغيرة جنب بعضها غير متماثلة، فيها diversity and complexity، مختلفة في الشكل وفي الترتيب وفي اللون بتاعها. هو ده معنى كلمة موزايك اللي بنستخدمها. ولما نيجي نطبقها على بلازما ميمبرين، يبقى كلمة موزايك معناها ايه؟ معناها diversity and complexity of molecules embedded in phospholipid bilayer. يعني البلازما ميمبرين بتاعنا لو قلنا ان هو اساسه عبارة عن phospholipid bilayer وفي embedded فيها structures، هلاقي ان الستراكشرز دي كتيرة ومتنوعة ومش محطوطة بنظام معين. ما اقدرش اقول مثلا ان كل 10 phospholipid molecules في بعدهم واحدة بروتين مولكيول، او مش كل 5 ليهم فوسفوليبيد ليهم واحدة كوليسترول موليكيول، لا، ده في diversity and complexity متنوعة ومتغيرة في ترتيبها، هي موزايك يعني مختلفة او معقدة في ترتيب موليكيولز فيها. يبقى انا كده لما اجي اتكلم، احنا بقى عرفنا الستركتشر بتاع بلازما ميمبرين كموليكيولز منفردة، عرفنا الليبيد لوحده، البروتين لوحده، الكربوهيدرات لوحده. لما اجي اجمع التلاتة مع بعض في ميمبرين في ستركتشر واحد، ترتيبهم هياخد انهي ترتيب؟ هياخد فلويد موزايك موديل. فلويد لانه فلويد ان نيتشر، وموزايك لانه هو كومبلكس ان ارينجمنت اوف اتس موليكولز. ده بس عشان اعرف معنى كلمه فلويد موزايك موديل. لما نيجي بقى نعرف ايه هو فلويد موزايك موديل على بلازما ميمبرين ذات نفسه، هنبص هنا على صوره البلازما ميمبرين اللي فيها ديفرنت كومبوننتس. هقول ان انا عندي الفوسفوليبيدز هي اللي عامله الباي لاير، امبيدد فيها بروتين موليكيولز ان ديفرنت دنسيتيز وات ديفرنت ديستانسز، والبروتينز دي بتبقى موفابل ستراكشرز، يعني هي البروتين دي بتعمل لي موزايك ابيرنس للفوسفوليبيدز لان هي مش ثابته في مكان ومش واخده باترن محدد، لا، دي هي بتبقى كومبلكس ودايفيرس ان ارينجمنت ويزين ذا فوسفوليبيد باي لاير، وبالتالي مقدرش اقول عليها ان ليها ترتيب محدد، لا، دي بتاخد موزايك ابيرنس. بالاضافه لموزايك ابيرنس هي بتبقى موفابل ستراكشرز، يعني البروتينز دي ما هياش ثابته او ريجيد في مكانها، لا، دي هي موفابل ستراكشرز، تشينج كان تشينج اتس بوزيشن ويزين ذا بلازما ميمبرين. طبعا اكيد هي بتتحرك، بس حركه يعني ويزين ليميتس، ما هياش حركه واسعه قوي، لكن بتقدر تتحرك. وجد انه ممكن البروتينز تتجمع في مكان معين من البلازما ميمبرين عشان اداء وظيفة معينة في وقت محدد، وبعدين ترجع تاني تتوزع في خلال الفوسفوليبيد بايلير بطريقة عشوائية، وبعدين تتجمع تاني في مكان تاني مختلف عشان فانكشن تانية مختلفة. يبقى معنى كده ان البروتينز دي بالاضافة لانها موزايك within the phospholipid bilayer لانها ليها irregular pattern، هي كمان movable within the phospholipid bilayer.
طب ايه اللي بيساعد ان البروتينز ما تبقاش ريجيد في مكانها وتتحرك عشان تأدي وظائف للبلازما ميمبرين؟ تقدر تتجمع هنا وبعدين تتحرك في مكان تاني هناك وبعدين تتوزع عشوائي وتنزل البلازما ميمبرين. ان الفوسفوليبيدز بتكون اويلي ان نيتشر، فلويد ان نيتشر، بتسمح بحركة البروتينز في خلالها. يبقى هو اللي بيساعد البروتينز انها تبقى موفابل هو ان الفوسفوليبيدز اللي هي بتبقى جنبها او اللي هي انسرتد فيها هي بطبيعتها اويلي ان نيتشر او فلويد ان نيتشر، ما هياش ثابته او ما هياش ريجيد، فبتسمح بحركه البروتينز. يبقى احنا لو اتسالنا ايه هو الموديل اوف ارينجمنت اوف مولكيولز وذين ذا بلازما ميمبرين، هنقول على طول فلويد موزايك موديل اوف بلازما ميمبرين. ونبقى فاهمين ايه معنى كلمه فلويد موزايك موديل، هنقول ان ميمبرين بروتينز comprise a movable mosaic within the fluid lipid bilayer forming the fluid mosaic model of membrane structure. يبقى احنا كده عرفنا تركيب البلازما ميمبرين، الاول عرفناه منفصل كوحدات، الاول عرفنا الليبيد لوحده وانواعه، البروتين لوحده بانواعه، بعدين الكربوهيدراتس وانها بتكون السيلكوت، بعدين خدنا الجروس ابييرنس اوف، مش جروس ابييرنس، الاوفرول ابييرنس اوف موليكولار ستراكشر اوف بلازما ميمبرين. يبقى ده اوفرول ابييرنس اوف ديفرنت موليكولز بقى مع بعضها في نفس الوقت اترتبت ازاي، هو ده اللي احنا بنقول عليه fluid mosaic model of plasma membrane. دلوقتي هننتقل لأوبجيكتيف جديد في محاضرتنا بعد ما خلصنا الـ structure of plasma membrane والـ fluid mosaic model of membrane structure. بنبدأ نتكلم عن أهمية، عن جانب من أهمية الستركتشرز اللي احنا درسناها في المولكيولز أو بلازما ميمبرين في وظيفته الأساسية للخلية اللي هي ميمبرين ترانسبورت. ايه معنى الكلام ده؟ لما نقول ترانس ميمبرين بروتينز اند ميمبرين ترانسبورت، ميمبرين ترانسبورت بمعنى ان البلازما ميمبرين زي ما اتفقنا is the outer limit of all eukaryotic cells، يبقى هو البوابة او هو الجدار الخارجي للخلية اللي بيسمح بانتقال المواد، هو المسؤول عن الميمبرين ترانسبورت، النقل، وظيفة النقل لداخل او خارج الخلية لأي موليكيولز مش هتتم الا من خلال البلازما ميمبرين. طب مين اللي ليه رول واضحة جدا في الترانسبورت اوف سبيشال سبستانسز اكروس ذا بلازما ميمبرين؟ از ذا ترانس ميمبرين بروتينز. يبقى احنا لما اتكلمنا عن البروتينز قلنا ان في منها انتجرال وبريفرال، وعرفنا ان انتجرال في منها ترانس ميمبرين بروتين which span the whole thickness of plasma membrane. فبنلاحظ بقى ان الميمبرين بروتينز serve as selective gateways for most small molecules entering the cell. يبقى احنا الترانس ميمبرين بروتينز بتعمل كايه؟ كبوابات خاصة، بوابات خاصة. يبقى كل ترانس ميمبرين بروتين باسم المولكيول اللي هتعدي من خلاله، بحيث ان لو جت مولكيول تانية شبهها قريبتها بعيدة عنها في الستركتشر تيجي تعدي يقول لها لا دي باسم مولكيول خاصة بس للسمول مولكيولز اللي تكون محتاجة لها الخلية قوم تعبر من جهة الى الجهة الاخرى. يبقى ده معنى ان هي سيلكتيف جيت ويز، يبقى بوابات خاصة بنوع معين من السمول مولكيولز. كل ترانس ميمبرين بروتين لسبيسيفيك سمول مولكيول تو انتر انتو ذا سيل او تو جيت اوت اوف ذا سيل. طب هنشوف تو اكزامبلز اوف ترانس ميمبرين بروتينز ويتش ار امبورتنت فور ميمبرين ترانسبورت. اول نوع هنشوفه حاجه اسمها ايون شانلز. ايه معنى كلمة ايون شانلز؟ ببساطة بنقول هي ممرات، شانلز يعني ممرات للايونات. يبقى احنا عارفين ان الايونز ار سمول موليكولز، لكن مش هينفع تمر براحتها لداخل او خارج كل خلية، فهي لازم هتعبر برغبة الخلية من خلال ايون شانلز which are transmembrane proteins forming pores through which ions pass selectively. يبقى هي عبارة الايون شانلز دي عن ترانس ميمبرين بروتين زي ما واضح في الرسم اللي معانا الدياجرام. البروتين اللي الترانس ميمبرين بروتين اللي هو بلو ان كلر، هنلاقي ان هو بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكتر من موليكول من البروتينز مترتبين جنب بعض وبيحصروا في المنتصف بتاعهم في السنتر بتاعهم قناة.
القناة دي او الممر ده او البورز دي، الثقوب دي بتسمح لسبيسيفيك ايونز لسيلكتيف ايونز تو باس ثرو ات. مثلا لو في عندنا صوديوم ايونز وده الايون شانل دي كانت خاصه بالصوديوم، يجي يشبه يعدي هنا في الايون شانل دي يقدر يعبر بسهوله لان هو ده ايون شانل خاص بالصوديوم ايونز. لكن مثلا لو جه الكالسيوم ايونز وحب يعدي من الايون شانل بتاعت الصوديوم مش هيقدر يعدي، الخليه تقول له لا انت روح دور على الترانس ميمبرين بروتين الخاص بيك اللي بتعبر من خلاله الكالسيوم ايونز. يبقى ده معنى كلمة selectively انه بيكون selective for specific ions. ده النوع الاولاني اللي احنا يهمنا نعرفه من اهمية trans membrane protein in membrane transport. طب المثال التاني للtrans membrane protein هي حاجة اسمها carriers، carriers او transporters. بنقول الكارير او الترانسبورتر معناها الناقل او الحامل. ده مش بيبقى ممر مفتوح زي الايون شانل، يعني قناة مفتوحة دايما لسبيسيفيك ايونز، لا ده بيكون واخد شكل معين، بيبقى في مكان يرتبط به الموليكيول اللي هو عايز يخليها تعبر للخلية. هنفترض ان الموليكيول هو محتاجها من خارج الخلية يدخلها الى داخل الخلية، زي ما الرسمة موضحة لنا اللي موجود عندنا في الدياجرام اللي هو الترانس ميمبرين بروتين اللي هو جرين ان كلر. هنلاحظ ان هو الترانس ميمبرين بروتين اللي مكتوب تحتيه كارير او ترانسبورتر ده بيبقى عامل ايه؟ ده بيبقى عامل واخد مثلا كده بالتقريب شكل سبعة او شكل حرف في، مفتوحة لفوق في اتجاه الخارج. ليه؟ عشان يعرض المكان اللي هو هيشبك فيه الموليكول اللي عايزة الخلية محتاجة لها تدخل، فهو عايز يبقى بيك اب السبستانس او السمول موليكولز اللي الخلية بتحتاج لها، فهيبقى فاتح لفوق في شكل حرف سبعة ويعرض المكان اللي ممكن الموليكول دي تشبك فيه على البروتين. اول ما الموليكول دي اللي هي لونها هنا عندنا احمر جت شبكت في المكان الخاص بيها، هو هيعمل ايه؟ هيبدا الكارير ده يغير في شكله، بعد ما كانت سبعه مفتوحه للخارج يروح يعكس وضعه يخلي كأن شكله 8 بحيث يقفل من فوق ناحيه بره وديليفر الموليكول اللي لونها احمر دي اللي هي شبكت على جداره ينقلها للاتجاه اللي داخل الخليه. يبقى بدل ما كان مفتوح لفوق يعكس وضعه يبقى ايه؟ مفتوح لتحت، يبقى بالتالي بيغير شكله وينقل المادة الخاصة دي الى الخلية. يبقى لما نيجي نتكلم عن كاريرز نقول ار ترانس ميمبرين بروتينز، يبقى نوعها ترانس ميمبرين بروتين ذات بايند سبيسيفيك موليكيولز، هي بتشبك في موليكيولز خاصة بيها، وبرضو كل كارير ليه سبيسيفيك موليكيول يقدر ينقلها ما ينقلش غيرها. And deliver them to the other side of the membrane. بعد ما يتشبك فيه تتحد معاه بايند معاه في المكان الخاص بيها يقدر ينقلها للاتجاه الآخر من الخلية. طب احنا لو حبينا نشوف كده هو يعني بدياجرام مبسط ازاي بيحصل الترانسبورت من خلال البلازما ممبرين بمسائل السمول موليكيولز من خلال طبعا ايه الترانس ميمبرين بروتينز، احنا اتفقنا ان ده هيحصل من خلال حاجة اسمها ايون شانلز او كاريرز او ترانسبورترز. لو بسطنا كده الرسم معلش هيبقى مش دقيق جدا، بس عشان خاطر نبقى احنا عارفين دي اللي بتترسم دلوقتي باللون الاخضر اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن الفوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز اللي احنا اتفقنا انها مش هتسمح بمرور السمول موليكيولز اللي هي الهيدروفيليك سبستانسز عموما، يعني مش هتسمح مش هتقدر تعدي من خلال الليبيد باي لير. يبقى احنا هيجي عندنا هنا بروتين يعمل ايه؟ يجي بروتين هنا يعمل لنا ترانس ميمبرين بروتين يعبر كل السمك بتاع البلازما ميمبرين ويكون بيترتب اكتر من موليكيول بتحصر في داخلها زي بور قناة بحيث تسمح لمرور الايونات. مين اللي هيعدي من الايونات دي كده؟ هو هنا هنلاقي ان الايونز الخاصة بالبوردية اللي هي بقى تيجي تدور على الايون شانل الخاصة بيها، احنا عاملينها بنفس اللون عشان نبقى عارفين ان دي السبيسيفيك ايونز الخاصة بالايون شانل دي. اول ما تيجي تلاقي الايون شانل الخاصة هتروح تعمل ايه؟ تقرب منها وتبدأ تدخل في الممر ده القناة
وتعدي الى داخل الخلية. ده بالنسبة لمين؟ للايون شانل. طب النوع التاني بقى بنقول اللي هو الشكل التاني بتاعنا اللي او النوع التاني للترانسبورت، هنقول لو احنا اللي عندنا، طبعا احنا كل اللي بيتعمل باللون الاخضر ده عبارة عن فوسفوليبيدز. طب لو جينا بقى نشوف الشكل التاني بتاعنا اللي هو عبارة عن كارير او ترانسبورتر، بنقول الكارير او الترانسبورتر برضو هنتفق في الاكزامبل اللي بنرسمه دلوقتي كأنه بينقل المادة من جهة من الخارج الى الداخل. طب هو هيعمل ازاي عشان ينقل المادة دي؟ هنلاقيه ان هو عامل شكله هو ترانس ممبرين بروتين، بس ترانس ممبرين بروتين ده هو مفتوح من بره كده ومستني ان المادة تيجي عشان تعبر من خلاله، هو ايه عشان فاتح لها كده مكان وسايب لها مكان هنا خاص بيها عشان تبقى بايندنج عليه. تيجي بقى السمول سبستانس دي اللي هي عارفة ان اللي بتدور على فين الممر اللي ممكن تعدي منه، هتيجي هي تبدأ كده هنا تقرب تقرب، اول ما تلاقي ان ده دوا ده هنا هو فعلا كارير خاص بيا انا، هتروح تعمل ايه؟ تلاقي المكان بتاعها اهو متساب لها هنا عشان هي تعمل بايندنج فيه، هتمسك هي في المكان ده. طب ده في اول ما تمسك ايه اللي بقى بيحصل وهي مقفول ترانسبورتر الكارير او ترانسبورتر من تحت؟ هيبدأ بقى هنا يتغير شكله. هنلاقيه بقى ازاي؟ هنلاقيه بقى عامل زي كأنه حرف 8، يعني هيبقى هو من فوق بقى كده اهو يغير شكله او اتجاهه كده، هي هي نفس الموليكيول بس هتغير من الشكل بتاعها، بحيث تلاقي السبستانس دي اللي كانت ماسكه هنا في الكارير او في الترانسبورتر، تلاقي نفسها انها اتفتح المجال قدامها لتحت بعد ما كان هنا في المرحله الاولانيه مقفول اهو. مقفول ليه؟ عشان مش اي ماده كده تيجي تضحك على الكارير وتروح تلاقي الممر مفتوح تدخل، لا هو بيفضل يستنى لما تيجي الماده الخاصه بيه تشبك فيه، اول ما تشبك فيه هيروح يفتح لها بقى المكان. ازاي انه يغير من شكله بعد ما كان بحرف 7 مفتوحه لفوق يبقى كانه حرف 8 مفتوحه لتحت؟ ده اللي هو المين الكارير او الترانسبورتر which allow the passage of specific or selective small molecules. يبقى دي ببساطه اهميه الترانس ميمبرين بروتين ان ميمبرين ترانسبورت. طب بعد ما عرفنا دلوقتي أهمية الترانس ميمبرين بروتين الميمبرين ترانسبورت، طبعا كنا واحنا بنتكلم عن الرول اوف ترانس ميمبرين بروتين الميمبرين ترانسبورت قلت ده بيبقى مينلي خاص بمين؟ فور سمول موليكيولز، الموليكيولز اللي هي حجمها صغير. طب لو هي لارجر موليكيولز relatively larger عن the small molecules اللي ممكن تعدي من خلال ion channel او carrier protein، هتتصرف ازاي الخلية لو هي خلية بتبقى فيه عندها مواد افرازية بتفرزها ومحتاجة لازم تطلعها للخارج؟ هتخرج ازاي من الخلية وهي المواد الافرازية دي larger molecules؟ هتروح الخلية تعمل حاجة اسمها ايه؟ exocytosis. يعني في عندي بقى للبالك ترانسبورت، بالك يعني حاجة اكبر شوية كده، حاجة بالكي، دايما اقول بالكي عشان حاجة حجمها اكبر، يبقى بالك ترانسبورت او فيزيكولار ترانسبورت معناها ان في عندي لارجر موليكيولز الخلية عايزة تخرجها منها بتسمى اكسوسايتوزيس، او العكس مواد خارج الخلية عايزة تدخلها جواها دي بتتسمى اندوسايتوزيس. نبدأ اول حاجة بالاكسوسايتوزيس. مقطع اكسو معناها ايه؟ للخارج. سيتوزيس سايتو يعني خلية، اكسو سيتوزيس يبقى هي دي معناها الافراز الى خارج الخلية، الخلية بتخرج حاجة لبراها، يبقى افتكر كلمة اكسو يبقى بتطلعها للخارج لبرا. اكسو سيتوزيس means bulk movement of macro molecules، بنقول دي بقى ايه؟ macro molecules جزيئات اكبر من النوع اللي قبلها اللي ذكرناه. out of the cell by fusion of secretory vesicles with the plasma membrane. يبقى ازاي بيحصل البالك ترانسبورت او بالك موفمنت؟ احنا في الدياجرام اللي عندنا هنا ادي واضح ان جوه السيتوبلازم في اتجاه السيتوبلازم فيه فيسيكلز،
مكتوب vesicles، دي بتحتوي على مواد إفرازية عايزة تخرج خارج الخلية، يعني مواد إفرازية يبقى secretory vesicle. vesicle فيها مواد إخراجية الخلية عايز تخرجها لبره، تعمل لها exocytosis. تعمل ايه الفيسيكل دي؟ هي الدايرة الحويصلة دي الإفرازية، تقرب بالتدريج من البلازما ميمبرين، شايفين هنا لغاية لما بقت فيوزد معاه، التحمت معاه، يبقى في يحصل فيوجن اوف ذا سيكريتوري فيسيكل وذ ذا بلازما ميمبرين. اول ما حصل هنا فيوجن بتبدا تعمل ايه بقى للسيكريتوري فيسيكل؟ تبدا تطلع الخطوه اللي بعدها ايه؟ السهم. هو مشاور لنا بيقول لي ان بعد كده، بعد ما بيحصل فيوجن، تبدا الفيسيكل دي ريليز الماكرو موليكيولز اللي في داخلها الى الاكسترا سيلولار فلويد. هو ده معنى الاكسوسايتوزيس. يبقى تاني اكسوسايتوزيس ان الخليه فيها مواد افرازيه بتحاول تخرجها الى خارجها، تقرب في الاول من البلازما ميمبرين، تتحد معاه، وبعد ما تتحد معاه تفرغ محتوياتها الحموله بتاعتها من الماكرو موليكيولز الى خارج الخليه. زي ما اتكلمنا وقلنا ان الفيزيكولار ترانسبورت او بالك ترانسبورت it is concerned with macromolecules، واتكلمنا في الشريحة اللي فاتت عن الإكسوسيتوزيس كخروج المواد من داخل الخلية إلى خارج الخلية في عملية إفراز إلى الخارج، عكسها إندوسيتوزيس وهي إن الخلية تلتهم حاجات موجودة براها ماكروموليكولز خارجها تدخلها إلى داخل السيتوبلازم. ده معناها إندوسيتوزيس، يعني ماكروموليكولز enter into the cell. ده بالظبط معنى endocytosis، يعني bulk movement of macromolecules into the cell by formation of vesicles at the plasma membrane. يبقى احنا في مرة أولانية قلنا exocytosis ان الفيسيكل اللي جوه الخلية تقرب من بلازما ميمبرين، تتحد معاه، تفرز للخارج. هنا بقى العكس، ادي المواد الافرازيه، المواد الماكروموليكولز الموجوده خارج الخليه اللي لونها red in color، اول ما تيجي تقرب من بلازما ميمبرين يروح يحصل له ايه؟ يبدا يدخلها للداخل، يبدا هو بقى ينشئ، يكون فيسيكل. هو هنا بيكون فيسيكل ويدخل فيها الماكروموليكيولز دي. اول ما تدخل جواها الماكروموليكيولز تبدا الفيسيكل دي تنفصل عن البلازما ميمبرين وتدخل الى داخل السيتوبلازم. ده اسمه اندوسيتوزيس. يبقى دي موليكول في الاول، الخطوه الاولانيه كانت بره الخليه، قدر البلازما ميمبرين يدخلها يعمل انحناء او انثناء فيه كده عشان يكون فيسيكل ويدخل السبستانس دي جواه، وبالتالي بتدخل الى داخل الخليه على هيئه فيسيكل. طب الاندوسيتوزيس ده بنقول يعني جنرالي ممكن اقسمه لكام نوع؟ اقول فيه على الاقل 2 تايبس اوف اندوسيتوزيس. ايه هما ان جنرال؟ هقول ان في حاجه اسمها فاجوسيتوزيس وحاجه اسمها باينوسيتوزيس. فاجوسيتوزيس يعني الخليه بتاكل سوليد سبستانس، يبقى الماكروموليكيولز اللي بره دي ايه؟ سوليد ماكروموليكيولز هي اكلتها، فبسميها سيل ايتينج. يبقى فاجوسيتوزيس is a type of endocytosis meaning the ingestion of particles، انها بتلتهم جزيئات macromolecules صلبة. ده اسمها ايه؟ التهام الخلية او اكل الخلية، فاجوسيتوزيس. النوع التاني باينوسيتوزيس. باينوسيتوزيس معناها شرب الخلية، يبقى المادة اللي بتدخلها الخلية في الحالة دي ايه؟ liquid substance او fluid، يبقى في فلويد خارج الخلية والخلية محتاجاه فبتشربه، بتشرب فلويدز من خارجها بنفس الطريقة، ان الفلويدز اول ما تقرب من بلازما ميمبرين يكون فيسيكل يحيط بالفلويد بارت اللي الخلية عايزاه وينفصل من بلازما ميمبرين الى داخل الخلية. يا ده معنى كلمة باينوسيتوزيس. في اخر سلايد معانا في المحاضره، احنا هنا بنختبر نفسنا على البالك ترانسبورت او الفيزيكولار ترانسبورت اللي احنا قلنا ان هو فيه نوعين، اكسوسيتوزيس اند اندوسيتوزيس. لما يجيني انا هنا دياجرام زي اللي قدامي فيها بروسيس ايه وبروسيس بي، اجي ابص على بروسيس ايه الاقي ايه اللي حاصل؟ اشوف الاتجاه اللي بتتحرك فيه المواد، الاقي في اللون الانفايرمنت اللي من فوق اللي لونها بينك ان كلر مكتوب اكسترا سيلولار فلويد. اكسترا سيلولار يبقى ده خارج الخليه.
لكن المنطقة الجرين من تحت مكتوب فيها ايه؟ سيتوبلازم، يبقى ده داخل الخلية. اجي في بروسيس ايه؟ اشوف لما تكون فيه موليكيولز لبره والسهم الابيض اهو بيدخلها للداخل، بدأت اول ما قربت الماكرو موليكيولز هنا من البلازما ميمبرين راح حصل له انثناء، وبعدين راح التهم الموليكيولز دي وقفل عليها في سوليد فيسيكل ودخلها لداخل السيتوبلازم، يبقى البروسيس دي اسمها ايه؟ اكيد دي هي عملية الاندوسيتوزيس. العكس بقى في بروسيس بي، كانت الفيسيكل موجودة داخل الخلية اللي لونها ريد ان كلر وجواها ماكرو موليكيولز، محتاجة الخلية تفرزها لبره، عملت ايه؟ اتجاه السهم لفوق، انها قربت الفيسيكل من البلازما ميمبرين، اتحدت معاه وسكريتد، او بقت خلاص اتفتحت الفيسيكل بعد ما اتحدت حصلها فيوجن مع البلازما ميمبرين وريليزد كل الماكرو موليكيولز اللي في داخلها الى الاكسترا سيلولار فلويد، يبقى دي عملية اسمها اكزوسايتوزيس. كده يبقى احنا يا شباب خلصنا الاي ال اوز اللي اتفقنا فيها من اول المحاضرة نكون عارفينها، عرفنا عن كل بوينت منها ايه اللي احنا المفروض نبقى بس فاهمينه منها، وهتذاكروا المحاضرة. لو في اي حد عنده اي استفسار اي سؤال عند اي جزئية وقفت معاه او مش واضحة، يبقى ان شاء الله هنلتقي في القسم في قسم الهيستولوجي، وانا هبقى مستنية هرحب باي حد فيكو يجي يسأل ويستفسر عن اي حاجة هو محتاج لها. هنتواصل، هيبقى في معانا البراكتيكال سيشنز في السكشن العملي، وفيه جروب ديسكشن اللي هي حلقات المناقشه دي، هتبقى مفتوحه بالنسبه لكم وقت متاح لاي استفسار واي سؤال. ربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.